السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وفيك الله يستر علينا وعليك. انا عايز تفصيل في مساله الافضل الصلاه في البيت منفرد ولا الجماعه، وفي بيننا وبين بعض مسافه في الصف الواحد. والله يعني اذا حضرنا المسجد واجبنا داعي الله، يا قومنا اجيبوا داعي الله، وداعي الله داخل فيها صلاة المؤذن، وذهبنا إلى المسجد امتثلنا، بعد ذلك نحن نتقارب لكن تباعدنا لعلة نرجو الله أن يغفرها لنا، أرى هذا أفضل الآن؟ والله أعلم.